السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال سريع كده على الشغل في الماس. هاجي هنا بس في الإليفيشن قبل ما أبدأ شغل وهزود كام ليفل، تمام؟ يعني ليفل 2 دوت هقول له مثلا كوبي، وأقول له عايزين ليفل كمان 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 وهكذا. طيب دلوقتي بقى هاجي هنا في ليفل 1 وهبدأ أرسم الماس من ماسنج أون سايت، واقول له امبليس ماس، وبعد كده هبدا ارسم الكتله بتاعتي. الفكره كلها ان انا هنا من الموديل ببدا ارسم بشكل معين، وليكن مثلا بالشكل دوت. الشكل دوت لو عملت عليه سيلكت في اي لحظه ممكن اقول له كريت فورم فيبدا يعمله لي 3D. خلاص هو كده اتعمل 3D. طيب ممكن بقى ارجع تاني هنا لليفل 1 وابدا ارسم اشكال تانية زي ما انا عايز. يعني ممكن اقول له مثلا طب انا عايز شكله بيضاوي مثلا، تمام؟ اهو خلينا مثلا نرسمه كده، والشكل ده هقول له كريت فورم، تمام؟ بيقول عايز ترسمه على هيئه كوره ولا على هيئه اسطوانه، فاخترت الشكل الاسطواني 3D. تعال نبص عليه من الفرونت مثلا اهوت. ممكن الشكل ده اعلي مع الجزء اللي فوق واسحبه بالشكل دوت، وده برضو اهوت اسحبه للشكل دوت. لما اسحب سحبت من نقطة واحدة. ممكن اعمل سيلكت كده على الجزء دوت واقول له اسحبه لفوق، وبعد كده نجرب بقى ان احنا ممكن تسحب مثلا من هنا، تعلم على خط وتسحب، او على نقطة واحدة النقطة دي مثلا تبدأ تعدل في الشكل بالطريقة ديت. فزي ما انت شايف ليك مطلق الحرية ان انت تعمل اشكال كتيرة جدا. ممكن تعمل جوين بين الشكل ده والشكل دوت يبقى شكل واحد، تمام؟ طيب هقول له فينش، هعمل سيلكت على الشكل دوت، هقول له ماس فلور، بيقول لي علم على الادوار اللي انت عايز تقطع اهمت، علمت عليهم كلهم اوكي ما عدا الجزء اللي تحت مش عايزه يقطع. طيب بعد كده ممكن تيجي تقول له مثلا انا عايز دي تتحول ل، باجي هنا من ارتكشر واقول له انا عايز اعمل فلور باي فيس، وتبدا تعلم عليهم بالشكل دوت او تعلم عليهم من اهوت كرييت فلور، فيبدا يعمل لك الفلور بالشكل ده زي ما انت شايف. ممكن تقول له انا عايز اعمل روف او روف باي فيس، وتلاقي هنا اختيار لما تعمل بيك للحاجه يحط فيسز ات توب ولا الفيس ات بوتوم. الاختيارين موجودين زي ما انت عايز اهوت كرييت، فعمل لي الروف بالشكل ده. طيب عايزين نعمل الحواضر الخارجيه، هقول له وول باي فيس، وتبدا تعمل الحوائط الخارجيه بالشكل دوت. طيب ممكن مثلا هنا تقول لا انا عايز مثلا حوائط خارجيه من نوع مثلا اللي هي مثلا كيرتن وول مثلا، مفيش مشكله، تمام؟ انا هقول له باي فيس واقول له كيرتن باي وول، فانت الحيطه اللي انت تختارها تتحول لكيرتن، تمام؟ بيبدا يسالني عن الهدات، او تعمل سيلكت على الحيطه هي كيرتن وول هي، ممكن تختارها مثلا بالشكل دوت يبدا يعمل لك الاعدادات بالشكل دوت. ممكن تقول له مثلا برضه هي وول باي فيس، وتختار ديت وتختار الواجهه دي، فيبدا يعملها لك بالشكل ده. طيب لو عايز مثلا تحول ده لباب، لازم تدخل باب على هيئه كرتن. يعني لو انت جيت هنا وقلت له فك ديت، تيجي تدور على باب هنا مش هتلاقي، فتعمل ايه؟ فتحمل الباب، فتقول له من انسرت، تقول له انا عايز اعمل لود فاميلي،
الباب العادي ما بيظهرش هنا. طيب هقول له كرتين. طيب خلينا ندخل لي الدور، بس لازم تختار دور نوعه كرتين اهوت. سيب مثال دلوقتي، لو انا جيت هنا وقلت له عايز احمل الباب دوت اهوت، تقدر تحمل تختار الباب ده نوع الباب اللي احنا حملناه. برضه نفس الفكرة، لو انت عايز تحمل شباك الحتة ديت الحوايط دي كلها تقدر تحمل فيها عادي بدون اي مشاكل خالص. باب شباك هيقبل عادي بدون اي مشاكل خالص. وده نظرة سريعة ازاي نعمل شكل مقاس سريع. لو عايز تعمل تحليل للمبنى فبتدخل في اناليسيس وتقول له انا عايز بقى اظبط اللوكيشن، تحدد اللوكيشن اللي انت عايزه. تمام، عندك اختيارين، يا اما تقول له قايمة بتاعت السيتي او تقول له انترنت مابينج وتختار المكان اللي انت عايزه. وبعد كده تقول له كرييت انرجي موديل. فهو بيعمله لك بالشكل دوت اهو. طيب بعد كده ممكن تدخل تقول له جنريت، ممكن تدخل في الانرجي سيتنج تظبط الاعدادات اللي انت عايزها. يعني هو هنا بيعملها بالكونسبشوال ماس والبيلدنج اليمنت. ممكن تقول لا انا عايز كونسبشوال ماس بس او البيلدنج بس، الجراوند بتاعك انهي ليفل فيهم، البروجكت فيس انهي واحد. بيسالك بقى على المعلومات الخاصه بالانرجي، في جلازنج قد ايه. احنا تقريبا مثلا اعتقد 10% الشد بس قد ايه. هو بقى بياخد المعلومات دي من المبنى، نوع المبنى هيختلف طبعا حسب متحف ولا اوفيس ولا صاله بلياردو حاجه من الحاجات ديت. الاوت دور انفورميشن هتحسبها باني طريقه، كونسبشوال تايب الروف هتحسب ازاي، السلاب هتحسب ازاي، الجلازنج هتحسب ازاي. كل المعلومات دي بتديها له وهو بيبدا يحسب ويعمل الحسابات بتاعته. وبعد كده ممكن تشوف الحاجات دي من خلال مثلا ترفع المعلومات دي على موقع مثلا انسايت، مثلا انسايت تونس تيم، فبتقول له اوبتمايز ويبدا يدخلك على موقع انسايت تونس تيم ويبدا يرفع الملفات وتقدر تشوفها تحليل بتاع المبنى.